قال مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى اليمن جمال بن عمر يعتزم الاستقالة. وقال دبلوماسيون غربيون بالمنظمة الدولية إن بن عمر أثار غضب السعودية ودول خليجية أخرى مؤخرا بسبب أسلوبه في معالجة محادثات السلام بين المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية والتي لم تحقق نجاحا إلى الآن. وأضاف الدبلوماسيون الغربيون أن الدول الخليجية التي تشارك في ضربات جوية تقودها السعودية على مواقع الحوثيين في اليمن تشعر بأن بن عمر كان متساهلا مع الحوثيين الشيعة. وقال المصدر إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون يدرس تعيين الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثا خاصا لليمن بدلا من بن عمر، لكن اختياره لشغل المنصب لم يتأكد حتى الآن. وقالت السعودية إنها ستتأكد من هزيمة الحوثيين في اليمن. ووصف السفير السعودي لدى واشنطن عادل الجبير ما يحدث في اليمن بأنه معركة لا يمكن للحوثيين أن ينتصروا فيها. الحوثيون ليس لديهم أي خيار سوى أن يفقدوا الأمل في السيطرة على اليمن بالقوة لأنهم سيفشلون، سنتأكد من تحقيق ذلك. ميدانيا نشرت السعودية قواتها المسلحة في محافظة نجران جنوب البلاد على الحدود مع اليمن، وقامت المدفعية الثقيلة بتوجيه ضربات داخل اليمن. وقال عسكريون إن الوضع الأمني على الحدود تحت السيطرة رغم أنه يشهد تبادلا محدودا لإطلاق النار. وفي عدن قام مسلحون الأربعاء بتسيير دوريات باستخدام الدبابات لتأمين المدينة التي تعد آخر معاقل الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي قبل مغادرته للبلاد. وشنت قوات التحالف بقيادة السعودية هجماتها الجوية في اليمن نهاية الشهر الماضي لمنع وصول الحوثيين إلى عدن. محمد مجدي، رويترز.